نشد السيد صوفيان أب لثلاثة أبناء والمقيم بالحي الشعبي العلاوية بوسط مدينة سوغهراس المحسنين مساعدته لإجراء عملية زرع الكبد بدولة تركيا، العملية الجراحية الأولى التي أجراها سنة 2005 على المستوى الكبد كانت لها مضاعفات جانبية أدت إلى تدهور حالته الصحية. المراسل لمحمد رشيد قوبع. بسم الله الرحمن الرحيم. مات متأخر فوجي سفيان المولود في 1980 من ولاية سوغهراس. نحكي على هذه الحالة اللي مرت بها التليف الكبدي، حيث أني أجريت عملية جراحية في 2005 مما أدى إلى هذه العملية غير ناجحة، مما أدت إلى أن تدهور الحالة تاعي إلى عدة مرات. شفنا مع الطب قالوا لنا بلي راه عندك تلف كبير إلى لازمتك الزراعة هذه اللي ما عندناش نحن لهنا في الجزائر. رانا شفنا مع مديرية الصحة رسلنا الوالي تم لي ترخيص بجمع تبرعات، يعني حوايج خرجت على السيطرة خلاص، يعني نحن ماناش قادرين عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وليد خويا مريض، دار له عملية 2005 وما نجحتش فيه العملية، وقعد من ثم لهذا اليوم قعدنا جرينا بيه جرينا بيه بعد لقيته في السبيطار وما فادش، ولينا خرجنا نطلبوا من الناس المحسنين يعاونونا في هذا الظرف تاع وليد خويا تاع المرض نتاعو. راهم طلبوا عليه عملية في تركيا، نطلبوا من الناس المؤمنين المحسنين اللي عندهم قلوب رحيمة يعاونونا بالشي اللي قدروا عليه. رسلونا من تركيا وحدونا الفاتورة، هاي عندنا لهنا راهي الفاتورة الشكلية لهنا راهي عندنا اللي هي تقدر ب 1,300,000,000، ونظرا للظروف الصعبة اللي مرينا بها هذه سابقا تاع كورونا، ومن خلال قناة الأجواء نقدموا النداء إلى كل ذوي القلوب الرحمة وكذا لمساعدة أخينا سفيان في جمع هذا المبلغ، اللي ان شاء الله نقدروا نلموه ان شاء الله بتكافل وتضافر جهود الناس المحسنين كلها، واجر الله على الجميع، ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. بارك الله فيك.